وأكبر بسم الله وأتلذذ. لازلنا نتأمل جمال تعامل الخالق مع المخلوق، ولازلنا نستحي أكثر ويزيد حبنا لله أكثر. يقول ابن القيم: يستحي الله من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ناداه الله إلى رضوانه فأبى، فأرسل الله في طلبه الرسل وبعث معهم الكتب، ثم نزل سبحانه بنفسه في الثلث الأخير من الليل وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أدعوك للوصل فتأبى، أبعث رسلي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوم يعني نائم. اللهم استعان. هنا انتهى كلام القيم في كلمات عجيبة بديعة، ثم انتقل معنا في موضع آخر فقال، اسمع الكلمات، قال يقول المقيم: من عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملته، ومن عرف الله بحسن تعامله، قال ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه. يقول القيم: وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه، فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك، هو أجود من سئل وأوسع من أعطى وأكرم من قصد، أرحم بعبده من الوالدة بولدها. عجيب أمر التعامل مع الله، عجيب عجيب، ما رأيت مثله في حياتي، والله ما رأيت أحدا يتعامل مع أحد كتعامل الله مع خلقه أبد، والله ما أذكر شيء ما مر عليك في حياتك. ألا تحس بالذي أحس به؟ ألا تشعر بالذي أشعر به؟ أخي الكريم، سأظهر لك الآن مشهدا كيف أن الحيوانات إذا تعاملت معها بتعامل حسن كيف تقابل لك هذا التعامل. أرجوك تابع معي أخواني، هذه قصة حقيقية. هذا شبل أسد صغير، رباه اثنان فأحسن إليه، يلعبون معه، يأكلونه، يشربونه، ويقضون معه وقتا ممتعا في صغره. أخذاه إلى المدينة وأخذوا يربونه ويتعايش معهم. لاحظوا الشابين في صغرهما وهو صغير أيضا، ولكن يعني لابد أن ينقلاه إلى أفريقيا مرة أخرى، لأنه لابد أن يتكاثر ويتزوج ويكون أسرة. فلما أرادوا نقله ما رضي، لا يريد. وصلوا إلى أفريقيا ووضعوه هناك أمام مكانه الجديد ووطنه الجديد، يدور حولهما متردد، يذهب ولا ما يذهب، يذهب ولا ما يذهب، يقف ينظر قليلا ثم يرجع إليهما، ثم في النهاية قرر أن يذهب. وفعلا ذهب وعاش حياته الطبيعية، كون الأسرة، هذه لبوة فزوجها وأنجب أشبال صغار، ولاحظوا أن الأسد كبر وتغير. وهذا الأسد الآن بعد تلك الحياة اشتاق الشابان إليه، فرجع مرة أخرى بعد أن كبر الشابان وكبر الأسد، وأخذوا يبحثون عنه فوجدوه. بعد فترة من البحث في أفريقيا وجدوه، فنزل وأخذ ينظر إليهما، يتعرف عليهما، يتذكر ما يتذكر، يشم رائحتهما وينظر، نظر إليه. لما تعرف عليهما وعرفهما انقض عليهما، لكن ماذا سيفعل؟ أرأيتم؟ يضمهما بحب مشتاق فرح بلقاء، يضم بإيده وبين ما يصبر، فينقض عليه ويقبله ويحاول أن يحك رأسه برأسه، ثم يذهب إلى الآخر، يبقى قليلا عنده ثم لا يصبر حتى ينتقل إلى الآخر، فيذهب إلى الأول فيضم، ثم ما يستحمل، ما يستحمل، ينقض عليه ويقبله. الله، ما هذا القلب، حنان عطف، فقط لأنهما أحسنا إليه. لما عرفهما انظر ماذا يصنع، هو صادق في حب. الآن أحضر إليهما زوجته ليعرفهما بزوجته اللبوة، طبعا هي لا تصنع لهم شيئا،
يعني هي لا تقول لهم شيء لنا يعني أصحاب زوجها. والله عندما رأيت هذا المشهد جلست أفكر بصدق، يعني الله يتعامل معنا طوال اليوم بأحسن تعامل، يطعمنا ويسقينا، يرزقنا ويعافينا، وبعد ذلك لو أخطأنا يغفر لنا إن تبنا ورجعنا، يحسن إليك طوال اليوم وتقف بين يديه 10 دقائق فلا تحسن التعامل معه، يحسن إليك طوال اليوم 10 دقائق فقط. الله تعالى ثم ماذا يقول لنا؟ يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الأسود، الحيوانات المفترسة التي لا ترحم فارستها، أحسنت إلى من أحسن إليها، ألا ترحم نفسك أنت وتحسن الوقوف بين يدي ربك؟ نسأل الله أن يحسن وقوفنا بين يديه. لو أردت الدخول على ملك من الملوك فإنك تحتاج إلى موعد وأن تتعرف على مدير مكتبه، ثم إذا أدخلك عليه، إذا أدخلك لربما ينظر إليك وربما لا ينظر، وربما يعطيك من نفسه الملك وربما لا يعطيك من نفسه، وإن أعطاك من نفسه وسمع حاجتك لربما يقبلها ولربما لا يقبلها، فإن أعطاك إياها أحسست يعني بمنة. أما الله فلا تحتاج معه إلا أن تقول الله أكبر، فإذا أنت بين يديه. أسأل الله أن يحسن وقوفك بين يديه. في الغد عمق آخر، تابعونا والحمد لله رب العالمين. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.